هناك من يقع في التوسل بغير الله ويطلب المدد من الأولياء والصالحين رغم أنه يوحد الله بالقول ويصلي ويصوم، وإذا نهيناه عن ذلك كابر وجادل، حاول أن يحرف في معاني القرآن ويقول: إنني لا أطلب من هؤلاء الرزق مباشرة أو النفع أو دفع الضر، ولكني أطلب من الله ببركتهم وصلاحهم وتقواهم. فهل في هذا فرق بين من يطلبهم مباشرة أو يطلب الله بواسطتهم؟ وهل هذا القائل على حق أم لا؟ التوسل بالأموات والغائبين أمر محرم لا يجوز، لأن الميت والغائب لا يقدر على أن يعمل شيئا مما طلب منه. ثم هذا يختلف، حكمه يختلف باختلاف نوع التوسل. فإن كان المتوسل بالغائب والميت تقرب إليه شيء من أنواع العبادة كالذبح له والنذر له ودعائه والإعتراف باسمه طلب المدد منه قضاء الحاجات، هذا شرك أكبر ينقض من الملة والعياذ بالله، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة أو أنواع من العبادة لغير الله. ومن عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فقد أشرك وارتد عن دين الإسلام، وإن كان يصلي ويصوم ويحج ويعمل ما يعمل، لأنه أبطل إسلامه بالنواقض التي سبها والعياذ بالله. الذي يتوضأ وإن الحدث ينقض الوضوء، كذلك الشرك ينقض الإسلام، ولا ينفعه كونه يصوم ويصلي ويحج ما دام أنه يتقرب إلى الأموات والغائبين من الجن أو الملائكة أو الشياطين، قرب إليهم بشيء من أنواع العبادة، يعني يذبح لهم أو ينذر لهم أو يحتف بأسمائهم أو يطلب منهم المدد، هذا شركنا. أما إذا كان التوسل الغائب والميت بمعنى أنه يدعو الله سبحانه وتعالى ويجعل هذا واسطة، يقول أسألك بحق فلان أو بجاه فلان، فهذا بدعة لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لكنه بدعة محرمة وهو وسيلة إلى الشرك وباب إلى الشرك يوصل إلى الشرك. فالحاصل أنه لا يجوز التوسل بالأموات ولا بالغائبين بأي نوع من أنواع التوسل. فإن كان يطلب منهم الحاجة ويدعو لهم وينذر لهم فهذا شرك أكبر، وإن كان مجرد أنه يسأل بجاههم أو بحقهم فهذا بدعة محرمة ووسيلة من وسائل الشرك. أما قول السائل عن هذا المكابر أنه يقول أنا لا أدعوهم وإنما أدعو الله سبحانه وتعالى بصلاحهم وتقواهم، هذا هو عين قول المشركين الأولين. إن المشركين الأولين كما قال الله تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكما قال الله تعالى عنه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المشركون الأولون يعلمون أن هؤلاء الأموات والمدعوين من دون الله لا يقدرون على الخلق والرزق والإحياء والإماتة، يعترفون أن هذا لله سبحانه وتعالى، وإنما يريدون من هؤلاء مجرد الشفاعة أو مجرد الوساطة وما أشبه ذلك مما يتعلل به إخوانهم من المشركين اليوم. أتابكم الله.